الجزائر الفائز بكأس السوبر وفريق فيورنتينا الإيطالي، واحد من النوادي الإيطالية العريقة في تاريخ الكرة الإيطالية، فريق كبير ببساطة لأنه ينشط ضمن البطولة الإيطالية، وفريق يحتل المركز الرابع عشر في الكالتشيو، فريق ينشط في الكالتشيو قلت يحتل المركز الرابع عشر رغم أنه انطلق وسجل بداية بناقص 17 نقطة، لأنه فريق فيورنتينا ومن بين الفرق التي عوقبت ومن بين الفرق التي أدينت بفضائح وفضائح الكالتشيو في الموسم الماضي، وبالتالي خصمت من هذا الفريق من رصيد حوالي 17 نقطة. رغم ذلك وبعد انطلاق بطولة القسم الأول أو السيريا بالنسبة لبطولة البطولة الإيطالية، الفريق يحتل المركز 14، هي ربما واحدة من المعطيات التي تؤكد أن هذا الفريق فريق كبير وعريق، وهو على أقليم ليس في حاجة إلى التعريف، لأن الفريق معروف كثيرا على الصعيد الأوروبي وبالأخص على الصعيد الإيطالي. قلت فريق فيورنتينا الإيطالي يواجه في هذه السهرة في هذه الأمسية بملعب 5 جويلية فريق مولودية الجزائر بحضور جمهور متوسط على العموم، ربما الدقائق القادمة ستحمل تزايد وتجعلنا نحضر لتزايد العدد بالنسبة للجمهور الرياضي الكريم الذي تمنينا أن يكون العدد أكبر. على كل هذه هي ربما معطيات ما قبل المباراة، مباراة استعراضية ودية لفريق المولودية أمام فريق كبير فريق إيطالي، ربما هي المناسبة بالنسبة للعديد من اللاعبين الشباب لإبراز قدراتهم ومواهبهم، لما لا لما لا خط أنظار بعض مسؤولية النادي الإيطالي نادي فيورنتينا، وهي أمور من الممكن جدا أن تتحقق، فرصة لا تتكرر ربما إلا مرات قليلة وقليلة بالنسبة للنوادي الجزائرية. فيورنتينا هو الفريق الثاني الذي يزور الجزائر منذ الزيارة الأولى التي كانت في فريق جوفنتوس في موسم 85، وفريق فيورنتينا هو النادي الإيطالي الثاني الذي يزور الجزائر بدون إطالة ربما تشكيلة كل فريق. نبدأ بالفريق الإيطالي الذي تنقل بكامل نجومه، سيباستيان فريل الحارس الفرنسي، داريو دانيلي، أليساندرو بوتينزا، أدريان موتو الروماني معروف لاعب فريق تشيلسي وفريق جوفنتوس الإيطالي سابقا، طبعا فابيو ليفارني، ماسيمو غوبي، مانويل بلازي، توماس أوفالوزي لاعب الدولي التشيكي كذلك معروف شارك في نهائي كأس العالم الأخيرة، مانويل باسكال، لوكا توني واحد من أعضاء فريق الإيطالي الفائز بكأس العالم الأخيرة، وماريو ألبرتو سانتانا الأرجنتيني، هي إذن التشكيلة الأساسية بالنسبة للفريق الإيطالي فيورنتينا الذي يدربه سيزار براديلي الذي حاز على لقب أفضل مدرب في الموسم الماضي في الكالتشيو الإيطالي. فريق مولودية الجزائر سيدخل سامي كشوت بالتشكيلة التالية، ومن محمد رضا، حسني العربي، بوعصيدة كمال، كوليبالي، عج مستابا، بو شريبا، يونس سفيان، حجاج فضيل، باجي فيصل، حاج بوغاش، سيدي بيرافان وزميت زغير. المدرب هو فابرو ريكو إيطالي يقود العارضة الفنية للفريق الجزائري فريق مولودية الجزائر، هي إذن ربما مناسبة لتطوير قدرات فريق مولودية الجزائر خاصة من الناحية التكتيكية، الناحية التكتيكية التي تعد من بين النقائص الكبيرة التي تعاني منها كرة القدم الجزائرية، الانضباط التكتيكي الدعمي مراد حكم رئيسي لهذه المباراة بمساعدة فهم رضا وسعد الله شكري، هو الثنائي الذي يقود أو الثلاثي الذي يقود هذه المباراة، بينما الحكم الرابع هو الجزائري محمد بشاري، هي إذن هي أبرز أو طاقم تحكيم هذه المباراة التي ينتظر منها أشياء كثيرة خاصة من جانب الاستعراضي من جانب الفرجة، لأنه فريق إيطالي فيورنتينا يقيم معسكر تدريبي في مالاغا الإسبانية، تنقل إلى الجزائر لإجراء هذه
هذه المباراة، بعدها يعود مباشرة على متن الطائرة خاصة لمواصلة التربص وبالتالي مواصلة مشوار الكالشيو الإيطالي وفريق فيورنتينا. قلت يتواجد في المركز 14 برصيد 10 انتصارات 3 تعادلات 5 هزائم من بين الفريق من بين الفرق التي حققت عدد كبير من الانتصارات هو فريق فيورنتينا في الكالشيو الذي يتواجد الإنتر في مركزه الأول. طبعا مبادرة طيبة ومهمة جدا أن يزور فريق إيطالي بحجم فيورنتينا الجزائر ويتبارى مع النوادي الجزائرية. هي إذن أمور نتمنى أن تتكرر وأن تعاد في مناسبات أخرى، لأنه هذه أو من بين الأمور التي تنقص كرة القدم الجزائرية الاحتكاك بالنوادي الأوروبية ذات المستوى العالي. لحظات طبعا وتنطلق المباراة ومن دون شك سنستمتع بمباراة قوية بين فيورنتينا 1926 تاريخ تأسيس هذا الفريق 17 لاعب إيطالي و10 أجانب ينشطون ضمن هذا الفريق. إذن انطلاق المباراة الاستعراضية الودية هنا بملعب 5 جويليا وكرة مباشرة على الجهة اليسرى والموجود مانويل باسكال طويلة أمامية، لكن كمال بوعصيدة في مهمة صعبة وصعبة جدا مع وجود لوكاتوني، وهي المرات القليلة التي يواجه فيها كمال بوعصيدة ورفقاءه لاعبين من هذا الحجم كيف لا. ولوكاتوني هو واحد من الذين فازوا بكأس العالم الأخيرة وليست كأس عالم عندها سنوات طويلة، بينما هي كأس العالم الأخيرة التي جرت في ألمانيا. يونس والاحتفاظ بهذه الكرة مراد الدعم حكم الرئيسي للمباراة التونسي يتدخل ويشير إلى مخالفة وخطأ مرتكب من قبل الروماني أدريان موتو اللاعب السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي وقبلها جوفنتوس الإيطالي. مستوى كبير حجب قاش توقيف هذه الكرة وسط الميدان عن طريق حجاج إلى يونس سفيان. يونس سفيان تقطع من أمامه والكرة بعد ما كانت في سيريبي أدريان موتو على الجهة اليسرى. أدريان موتو يحتفظ بالكرة لكن ضايعة مباشرة إلى التماس أمام تجاوب الجمهور الرياضي المتواجد هنا بملعب 5 جويليا حتى الآن. ومنذ دقيقة أو دقيقتين يعني من انطلاقة المقابلة نقدر نقول أنه فيه إثارة وفيه حماس على المدرجات خاصة في المدرجات المقابلة. كرة طويلة باتجاه سيليبي لكن يونس ماذا يفعل يونس أمام العمالقة أمام اللاعبين الممتازين. كرة ضائعة من هناك لوكاتوني توقيف هذه الكرة محاولة المراوغة لكن الحكم ماذا يقول؟ مخالفة بعد لمس الكرة باليد من هذا اللاعب كمال بوعصيدة. كمال بوعصيدة كان الله في عونه في هذه المباراة رغم أنها استعراضية. تغيير اتجاه الكرة من هناك على الجهة اليسرى والموجود باسكال مانويل. باسكال مانويل ينجح في المراوغة لكن التغطية موجودة عن طريق اللاعب كوليبالي. يونس إلى كوليبالي. كوليبالي عجبه قاش خطأ وتضيع الكرة. داريو دانيلي. داريو دانيلي الإيطالي الجنسية هذه هي الكرة. ثم فابيو ليفاريني غير تماما لموتو. أدريان موتو الروماني الفنان كرة خطيرة من هناك لكن الكرة خاطئة في المرة الأولى لكن تبقى إيطالية ولصالح نادي فيورنتينا. داري من الخطأ كمال بوعصيدة ومان محمد رضا الغائب الأبرز في المباراة والغائب الأكبر وهو مروان عبدوني بسبب اختيارات وعقوبة من المدرب الإيطالي بابرو ريكو ذلك في محاولة ربما فرض الانضباط. حسني مريرة خاطئة من حسني لكن حجاج وجود كوليبالي مهم بالنسبة لعناصر المولودية هو لعب الكرة ما فيش ضغط المنافس كبير لكن فوق أرضية الميدان قد تتساوى بعض الأمور. كرة من أمام لجهة صالح مولودية الجزائر عاش بوكاش به لمس من القبيل والهدف الأول لسيديمي. عاش بوكاش على الجهة اليسرى على طريقة الكبار إلى سيديمي متابعة جيدة. سيديمي عودة من بعيد يتمكن من افتتاح باب التسجيل في هذه البداية. سيديمي
الجايه. طريقه جيده من جانب قضي الحجاج متابعه من حاج مكاش يتوغل على الجهه اليسرى وفالوزي تخوف من ارتكاب الخطا، وسيليبي يتمكن الان من افتتاح باب التسجيل في وقت مبكر جدا بعد مرور 4 دقائق. هدف دون مقابل لفائده كروديه الجزاء امام فيورنتينا الايطالي. كره ايطاليه جانب فريق فيورنتينا طويله اتجاه موتو لكن ضيع منه الكره. من المراوغات لكن زميد في التغطية ثم يونس سفيان حسني عربي حسني طويلة لكن فضل في الأخير توماس وفالوزي ترك الكرة تمر إلى ضربة مرمى لصالح الحارس سيباستيان فري الحارس الأساسي والعائد من إصابة. سيباستيان فري باتجاه لوكاتولي صراع ثنائي زميت يتفوق في هذه الكره تمريره صعبه لكن كوليبالي بابوش طويله من بابوش باتجاه فيصل باجي يوقف هذه الكره. كان في دفع بالفعل وهذا الدعم يشير الى دفع خطا مرتكب ولصالح مولوديه الجزائر. شوف اللقطه المعاده من زاويه لقطه الهدف حاج بوكاش ذكي جدا بهذه الكره والمتابعه كذلك جيده من جانب هذا اللاعب العائد بعد اصابه خطيره ابعدته لعده شهور عن الملاعب منذ اصابته. كره تسديده ومحاوله من حاج بوكاش لكنها جانبيه قلت منذ اصابته في مباراه لحساب دوري ابطال العرب الموسم الماضي امام انبيا المصري في مصر اصابه كانت خطيره لكن العوده واحتفاظ مولوديه الجزائر بهذا اللاعب ربما يسمح له بتقديم افضل ما عنده. خالف في وسط الميدان على حساب لوكاتوني مرتكبه من كمال بوعصيده. التاريخ سيذكر كمال بوعصيده بخير ان احسن التفاوض واللعب ومراقبه تحركات لوكاتوني في هذه المباراه وهو الامر اللي ربما سيسعى من دون شك اليه اللاعب كمال بوعصيده. نابوش تمريره خاطئه تصبح الكره ايطاليه. محاوله المراوغه التمرير لكن فابيو ريباريني مباشرة إلى التماس بعد ما كانت كرة خطيرة. نفى الكرة تعود لصالح مولودية الجزائر من تمريرة حاج بوكاش خاطئة مباشرة إلى التماس. باسكال ميغيل باسكال رقم 23 في منصب مدافع أيسر في هذه اللقطة وفي هذه المباراة. لوكاتوني لاعب دولي نظر الى لاعب داريو دانيلي كذلك تحية في العديد من المرات في منتخب سكوادرا ازورا تصفيات كاس اوروبا لكنه لم يشارك في نهائيات كاس العالم. كرة خاطئة من هناك تمريرة خطيرة داخل منطقة عمليات والتغطية موجودة الى الركن بالفعل الى الركن بعد ما كانت تمريرة من فابيو ليبيراني ومن امام ادريان موتو الروماني في هذه الكره وهذه الركنيه خطيره. لوكاتوني قامة طويله لكن الكره تجاوزت الخط وبالتالي ضربه مرمى يقول الحكم. وسط الميدان ودع نصر المولودية عن طريق زميل زبير باو فالوزي الى الوراء الموجود داريو دايميلي رقم 3 غير تماما والموجود مانويل باسكال رقم 23 الايطالي الجنسيه والاخر طويله اماميه باتجاه لوكاتوني لادريان موتو لكن خطا في مراقبه الكره رغم ذلك ادريان موتو يعطف بالكره
المراوغة سيسيا من المراوغة في تجمع الدفاع، الخطر يبقى قائم وإبعاد الكرة في الأخير إلى وسط الميدان. حكم يشير إلى مخالفة مرتكبة من قبل فابيو ليبيراني مع بداية قوية وضغط يتحمله بعض اللاعبين، وذلك تخوف طبعا من ارتكاب الخطأ أمام لاعبين ممتازين ينشطون بالكالتشيو الإيطالي. زميد زبير، حجاج، زميد، سيديبي يحتفظ بالكرة، سيديبي عود الكرة لفائدة الفريق الإيطالي فيورنتينا. أدرياموتو محاولة تطبيق خطة التسلل بالفعل، لوكاتوني في وضعية التسلل يشير الحكم المساعد شكري سعد الله ويقول الكرة تعاد لدفاع مولودية الجزائر، ونحن نعيش الدقيقة 10 سيدتي سادتي هنا بملعب 5 جويليا. عرضي حسني يرتكب أو لا يرتكب عليه خطأ، فابيو ليبيراني، ماسيمو غوبي، ليبيراني مرة أخرى، ليبيراني مرة ثالثة في وسط الميدان يعود إلى الوراء، والمولود فالوزي من فريق منتخب جمهورية التشيك شارك في نهايات كأس العالم الأخيرة، وكرة أخرى ضائعة هذه المرة من أليساندرو بوتينزا في وسط الميدان. أدرياموتو محاولة المراوغة لكن مهمة كذلك ربما لا تقل صعوبة بالنسبة لكوليبالي المطالب بمتابعة أدرياموتو، ولوكاتوني مطالب أو متابعة من قبل كمال بوعصيدة، وبالتالي عمل ومجهود بدني كبير سيبذل لهذه المباراة من جانب عناصر كل عناصر مولودية الجزائر. حاج بوغاش وقف الكرة، فيصل باجي أو تمريرة خاطئة تصطدم بالدفاع وبالتالي تماس لفريق مولودية الجزائر، تماس لفريق المولودية. فابرو أوريكو المدرب الإيطالي لمولودية الجزائر، سلسلة النصائح المتتالية، كرة داخل منطقة العملية، تصية جانبية من حاج بوغاش الأخطر في المباراة منذ حوالي أو منذ بدايتها ومر من زمنها 12 دقيقة. فريق فيورنتينا قلت تأسس سنة 1926، 17 لاعب إيطالي، 10 أجانب من بينهم لاعبين فرنسيين، رومانيين، دنماركيين، واحد من جمهورية التشاك، برازيليين وواحد أرجنتيني. حاليا المركز 14 بعد سلسلة من الانتصارات، 10 انتصارات كاملة في الكالتشيو مقابل 3 تعادلات و5 هزائم، بينما السجل هو 6 كؤوس إيطالية. سنعود طبعا لبعض المعلومات حول الفريق مع مرور الدقائق. كرة إيطالية خطيرة داخل منطقة العمليات بينما فيه وضعية تسلل يشير الحكم على أدرياموتو الروماني، كان موجود ربما أو مفيش وضعية تسلل. حسني العربي يا كوليبالي، زميت يطلب الكرة توصلوا عود إلى حسني العربي على الجهة اليمنى، حسني العربي يبحث عن المراوغة، ينجح زميت زبير يبحث عن رفيق متحرر في وسط الميدان حجاج، لكن كرة ضائعة من حجاج لمانويل بلازي رقم 17، كرة ضائعة من فريق المولودية. التماس يتنفذ بسرعة من يوفالوزي مابوتينزا، بوتينزا على الجهة اليمنى، التغطية موجودة والمتابعة في المستوى من جانب عناصر المولودية. زميت زبير قصير القامة من اللاعبين الإيطاليين العمالقة خاصة في الخط الأمامي، كرة طويلة تجد في استقبالها فالوزي، بعيد إلى الوراء لسيباستيان فري الفرنسي حارس نادي فيورنتينا الإيطالي. فالوزي ضيعش منه الكرة، كرة لعناصر المولودية لكن تبقى صعوبات يجدها فريق فيورنتينا خاصة على الجهة اليمنى مع وجود فيصل باجي وحاج بوغاش على الجهة اليسرى. نقطة ربما قوة المولودية في هذه البداية هي الجهة اليسرى، بينما المعاناة إن صح التعبير نقول هذا طبعا بشكل نسبي من جانب فيورنتينا هي على الجهة اليمنى. داريو دانيلي
كرة طويلة باتجاه لوكاتوني، بابوش يبعد الكرة بأي طريقة، لكن مباشرة إلى فابيو ليفاريني. ليفاريني 11 غير تماما الجهة اليمنى، فالوزي توسط الكرة، وشبالوزي توسط الكرة مرة ثانية، يفتح وركنية، الركنية الثانية في المباراة فيورنتينا. أجواء طيبة جدا هنا بملعب 5 جويلية، الجمهور يتوافد ويتواصل التوافد على ملعب 5 جويلية، مسرح مباراة استعراضية كبيرة جدا. فيورنتينا تنفذ الركنية وما تصطدم بالكرة المرة الثانية، تألق أمام كرة خطيرة من جانب فريق فيورنتينا، ربما المحاولة الأخطر حتى الآن في المباراة. كوليبالي وقف هذه الكرة، حذاري من الخطأ، أدريان موتو، لوكاتوني في وضعية تسلل، بالفعل في وضعية تسلل، لوكاتوني يحتج على الحكم المساعد بدعوى أنه موجود في وضعية قانونية وليس في وضعية تسلل. شوف الركنية المنفذة بطريقة جيدة في القائمة الثاني أو في القائمة الأول، رأسية الأولى، المتابعة والتغطية غير موجودة من لوكاتوني، ثم من أمام أدريان موتو ومان محمد رضا يتعلق في هذه الكرة. كوليبالي، حجاج يرتكب خطأ، رد عميق قريب من هذه اللقطة، وبالتالي لا مجال للاحتجاج مدام أن الخطأ موجود. كرة إيطالية، زميت أو فيصل زميت بالفعل، دابوش دابوش فيصل باجي يطلب الكرة لكن ما توصلوش، بوسط الميدان زميت زبير، فيصل باجي، عجبوكاش عجبوكاش، أحسن ما فعل أشبالوزي وهو بإخراج الكرة إلى الركنية. فيصل باجي تمريرة رائعة جدا وفي المستوى، نيف الكرة بالصدر، لكن أشبالوزي صار لا يأمن جانب حاج بوكاش الذي أثبت خطورته في هذه الدقائق الأولى. الركنية تنفذ، إبعاد الخطر، فضي الحجاج، حسني العربي يعود إلى الوراء، هاري من ارتكاب الخطأ، كمال بوعسيدة، بابوش بابوش اختلط بالكرة، يبحث عن التسديد جانبية، محاولة مقبولة ومعقولة جدا من هذا اللاعب، مراوغة أولى ثانية والتسديد مدام أنه كان موجود في وضعية جيدة. الكرة مرت جانبية على يمين الحارس الفرنسي نادي فيورنتينا الإيطالي سيباستيان فري. أشبالوزي، داريو داينيلي، داريو داينيلي طويلة في وسط الميدان، كوليبالي، داري حذاري من الخطأ، كوليبالي يستعيد هذه الكرة، يستفيد من تماس تدخل مانويل بلاسي مواليد 80 ايطالي الجنسية والاخر، 7 لاعبين ايطاليين فوق ارضية الميدان في التشكيلة الاساسية مقابل البقية اجانب بين فرنسيين رومانيين جمهورية التشاد وارجنتيني. يونس، يونس يبحث عن المراوغة امام لاعبين اثنين، ينجح في فتح الكرة لكن هايميلي في المكان المناسب الى التماس. ريكو فابرو نصائح متواصلة لكن بالإيطالية، صعب فهم ما يريده فابرو ريكو لما يتعلق الأمر بعدم وجود مترجم. كرة سينيبي، سينيبي توقيف الكرة وتسديدة في وضعية صعبة، لكن سينيبي كرة سينيبي مرتب بقطعة سنتيمترات فوق العارضة الأفقية. شوف الكرة، توقيف الكرة في ظروف صعبة وصعبة جدا، لكن التمريرة والتسديدة في المستوى وما الحظ لم يكن إلى جانب سيدي في هذه الكرة الخطيرة، ونحن نعيش الدقيقة 19، كرتين خطيرتين من سيدي حتى الآن، واحدة تم تسجيل فيها الهدف والثانية كانت أخطر في المباراة. فابيو ليفاريني يرتكب خطأ،
جدا، الكرة لم تمر بعيدة عن إطار ضربة الحارس فري. وصل الكرة في هذه الأثناء. حتى الآن نقول فريق مولودية الجزائر طبق كرة جيدة بعد مرور 20 دقيقة. كرة جيدة تتمثل في التفوق في النتيجة الفنية هدف مقابل صفر، في التفوق من ناحية الفرص الخطيرة وفي التمرير وخلق الفرص والمساحات اللازمة وكاسترجاع الكرات في وسط الملعب. عجل حاج بوكاش، حاج بوكاش الكرة لم تكن الحظ تكون إلى جانب حاج بوكاش. توقيف الكرة في ظروف مماثلة بالنسبة لحاج بوكاش، ربما كان يسمح له بمراوغة أوشفالوزي لاعب منتخب جمهورية التشيك في ظروف ربما أفضل وأحسن. كرة في وسط الميدان، لوكاتوني تكمن الكرة والحكم يتدخل ويقول فيه مخالفة. فابيو ليفاريني، ليفيراني أقول، يتولى تمرير هذه الكرة في وسط الميدان عن طريق ماسيمو غوبي، وتغيير تماما اتجاه الكرة. من هناك موجود لاعب ماريو باسكال لكن ضيع منه وصيدة ما فيه دفع. سيدي بي وقف الكرة، يحتفظ بها سيدي بي لكن عودة الدفاع آخر المطاف. لوكاتوني، أدرياموتو استعادة الكرة، كمال بوصيدة يؤدي في مباراة كبيرة حتى الآن بعد مرور 20 دقيقة. بابوش وسلباجي، بابوش كرة طوب من عناصر المولودية، وسلباجي زميت عيد تماما لحسن العربي. يونس حسني، سيدي بي، حجاج سيدي بي وقف الكرة، ينجح يونس مع نشر المساحات اللازمة للمراوغة، والذي يحسن المراوغات ويتمتع بقدرته على اختراق المدافعين ومراوغتهم مهما كانت قوة المدافعين. تماس مانيول باسكال لادرياموتو لكن تقطع الكرة على مستوى الدفاع، تعود عناصر المولودية. حاج بوكاش وسط الكرة من فيصل باجي، أوشفالوزي إلى التماس. الآن أوشفالوزي نقدر نقول أو يعاني، على كل لا يعاني بالمعنى الصحيح للكلمة، ولكن يجد نوع من الصعوبات مع وجود حاج بوكاش على الجهة اليسرى. تماس بابوش اتجاه سينيبي في تدخل الدفاع، الكرة تصبح إيطالية. هجمة معاكسة مرتدة اتجاه لوكاتوني، ارتكب عليه خطأ باري من الإنذار. راغب الدعمي ينذر فيصل أو كمال بوعصيدة شفويا، الإنذار بالنسبة لبوعصيدة في هذا الوقت يعني بعد مرور 23 دقيقة وما ميخليش يلعب بكامل إمكانياته لأنه ارتكب خطأ ثاني، يعني بطاقة صفراء ثانية وصفراء زائد صفراء كل يعرف نتيجتها. زميت حاج بوكاش ويلة نوعا ما إلى التماس. لوكاتوني هذه الكرة الخاطئة إلى التماس. الأنصار وتجاوبهم مع لقطات من حين إلى آخر خاصة من جانب المولودية تضفي جو جميل جدا على المباراة. أدرياموتو، لوكاتوني، وضعية تسلل بالفعل، إيه وضعية تسلل حتى الآن دفاع المولودية تطبق الطريقة الكيفية المثلى وبالطريقة التي يجب، والنتيجة حتى الآن في صالح المولودية. وقوع لوكاتوني في الكثير من المرات في وضعية تسلل تعيق هذا اللاعب. يونس يوصل على الكرة، الحكم يتجاوز الخط، تالي تماس يستفيد منه ماريويل باسكال رقم 23 إيطالي الجنسية بمواليد 82. إلى الوراء داريو دانيلي في وسط الميدان، أدرياموتو ضيع الكرة من
مانويل بلازي كين ليفيراني يستعيد هذه الكرة، وصلوا ليفيراني 11، ليفيراني مباشرة إلى كوليبالي عن المراوغة وسط ثلاث لاعبين، لكن ارتكاب المخالفة والخطأ من الخلف. ماريو ألبرتو سانتانا أرجنتيني الجنسية من مواليد 81 والآخر يونس زميت شبالوزي مانويل بلازي أليساندرو بوتينزا ستة كرة طويلة سيتقطع في وسط الميدان، الحكم ماذا يقول؟ مخالفة ضد اللاعب حاج بوغاش في الخط الأمامي لفريق المولودية. بوتينزا توصل الكرة سانتانا ماريو ألبرتو سانتانا، كرة من هناك على الجهة اليمنى داخل منطقة العمليات، تدخل كمال بوعسيدة، الخطر يبقى قائم مرة ثانية بوعسيدة، مرة ثانية بوعسيدة في الوقت المناسب على مرتين يوقن فريقه من كرة خطيرة وخطيرة جدا. شوف اللقطة المعادة، كرة كانت مباشرة باتجاه لوكاتوني لكن بوعسيدة في المكان المناسب، كرة تبقى إيطالية مباشرة ضربة مرمى، هدف دون مقابل للمولودية بعد مرور 26 دقيقة من زمن المباراة في شوطها الأول. كرة لعناصر المولودية في المنطقة الخلفية، سميد كوليبالي حذاري من الخطأ، بابوش ضغط على حامل الكرة من جانب نادي فيورنتينا، كرة طويلة باتجاه حسني أمام يونس، تفضل إلى حجاج، حجاج يبحث عن فريق لاعب متحرر يجد سيديبي، يونس المراوغة بالفعل، يونس يحتفظ بالكرة يبحث عن المراوغة، ينجح في المراوغة الاحتفاظ بالكرة، صعب جدا لكن مفيش خطأ، بالفعل مفيش خطأ، وكرة إيطالية بظروف مثلى ولصالح اللاعب مانويل باسكال في وسط الميدان عن طريق اللاعب مانويل بلازي، طويلة مفيش خطأ، الحكم قريب من الكرة، بالفعل مفيش خطأ. مراد الدعمي تابع المباراة عن كثب وعن قرب، بالتالي أدرياموتو حاول وأراد أن يتحايل على الحكم اللي كان قريب من اللقطة، وبالتالي يأمر بمواصلة اللعب. زميت خالفة ترتكب على اللاعب زميت زوير، أرضية ربما نوعا ما صارت ثقيلة، بالتالي المهمة بالنسبة لكل اللاعبين ستصعب في القادم من المباراة وفي الدقائق القادمة. بابوش حاول يغير فعل ليونس، حسني سيدي بي حاج بوغاش ما توصلش الكرة، تصبح إيطالية عن طريق موتو، أدرياموتو وسط الميدان، أدرياموتو يروح إلى بوتينزا يفتح، وسوء تفاهم بين الحارسين أو بين الحارس ومان محمد رضا وكمال بوعسيدة، ولحسن حظ ومان أن بوعسيدة تمكن من هذه الكرة. ليفيراني على الجهة اليمنى فتحة داخل منطقة العمليات، لقطة خطيرة جانبية لأنه فيه وضعية تسلل حسب إشارة الحكم المساعد. شوف كمال بوعسيدة أو كرة جانبية مفيش وضعية تسلل عن طريق أدرياموتو، واحدة من الكرات الخطيرة لموتو لفيورنتينا الإيطالي. ومان محمد رضا طويلة أمامية لكن وسط ميدان يسيطر عليه في هذه اللحظات فريق فيورنتينا، مراوغة حجاج يعود في الوقت المناسب لكنه يرتكب خطأ، نفذ كرة بسرعة وحاج بوغاش يستعيد هذه الكرة، حذاري تسرع في هذه الكرة من حاج بوغاش لكن إلى التماس مباشرة أمام وما تشجيعات ومحاولة رفع من معنويات من جانب فيصل باجي. ليفيراني
الى الوراء. قائد داريو غاينيلي عود الكرة غاينيلي بالوزي كاتوني وسط الكرة كين سيدة في التغطية من هناك عن طريق ماريو ألبرتو سانتانا. الجزائر بحجم كبير يعني موجودة قابلة لغرفة التعليق وبالتالي في بعض جوانب الملعب يمكننا متابعتها. يونس حسني داري وراء وتمريرة خاطئة وشبالوزي وسط الميدان ومانويل بلازي. مانويل بلازي ومع الجهة اليمنى إلى بوتينزا لكن يفضل إلى ماريو ألبرتو سانتانا. كوليبالي يستعيد هذه الكرة فيصل الباجي. فيصل الباجي الاحتفاظ بالكرة الجري بالكرة محاولة المراوغة لكن صعب جدا المرور أمام اللاعبين الإيطاليين أو لاعبين هذه فيورنتينا الإيطالي مادام فيه جنسيات كثيرة. حجاج يستعيد هذه الكرة سيدي بي حجاج فيصل باجي بابوش فيصل باجي مرة أخرى يفتح تدخل أشبالوزي في الوقت المناسب كرة تصبح إيطالية هجمة معاكسة مرتدة اتجاه لوكاتوني صعب جدا مع وجود كمال بوحسين حتى الآن مراوغة طريقة استعراضية من كمال بوحسين ترفع من معنويات رفقائه زميل سينيبي معزول أمام ثلاثة وأربعة مدافعين ثم كرة أخرى عن طريق ماسيمو غوبي. ماسيمو غوبي رقم 19 يستفيد من مخالفة ماسيمو جنسية إيطالية بالنظر إلى الاسم فابيو ليفيراني. ريموتو عذاري على الجهة اليسرى كرة فتحة ورأسية ادرياموتو مباشرة بين احضان الحارس ومن محمد رضا بعدما كانت الفتحة من مانويل باسكال. حاج بوغاش فيصل باجي دابوش سميت حسني يونس الحسني يونس سميت داري كرة ضايعة من سميت ادرياموتو فيش خطأ يقول الحكم تواصل لعب يونس سفيان عن المراوغة حسني كرة تقطع على مستوى خط دفاع نادي فيورنتينا. موتو لوكاتوني مش موجود في وضعية تسلل لوكاتوني والتسديدة لكن الحارس ومان في المكان المناسب والمساندة كانت من حسني العربي اللي ربما خط وضايع لوكاتوني مسمح لهوش انه يلعب الكرة بظروف مناسبة. حسني الى يونس حتى الان يونس متمكنش من اختراق دفاع فيورنتينا على الجهة اليسرى مع وجود مانويل باسكال. شوف التسديدة التي لم تكن قوية من جانب لوكاتوني وكانت مباشرة من أحضان ومن محمد رضا. مانويل باسكال الى ايميلي فري قد يرتكب خطأ الضغط على فري تسامح نقطة رياضية حاج بوغاش والفرنسي سيباستيان فري. نشوف اخر كرة خطيرة للوكاتوني. توني خطير بالرأس حسني غير ضائعة وخاطئة ادرياموتو وليباري يضيع منه الكرة لوكاتوني ادرياموتو صراع ثنائي بينه وبين بوسيدا وضربة مرمى من المفروض ضربة مرمى بالفعل الكرة اصطدمت بادرياموتو لعب رجله الى الامام في هذه اللقطة. شوف خطأ مرتكب من ادرياموتو وكمال
بوعصيلة بامتياز حتى الآن 35 دقيقة سندخلها بعد ثواني قليلة. هذه هي المرحلة الأولى دائما التفوق لفائدة مولودية الجزائر أمام فيورنتينا الرابع عشر في ترتيب الكالتشيو في البطولة الإيطالية. منذ الدقيقة الرابعة طريق سيريبي العائد بعد غياب طويل والعائد بقوة بالنظر إلى ما قدمه في هذه الدقائق التي مرت من المرحلة الأولى. تماس قول الحكم دائما لفائدة رفقالو كاتوني نفذ الكرة وشبالوزي كاد يرتكب خطأ أمام نيجيراني وصيدة أمام لوكاتوني فوق حتى الآن هو لكمال بوصيدة كان حذاري من الأخطاء حذاري من الثغرات ومان سيريبي وقف الكرة ولا يقول الحكم يأمر بمواصلة اللعب بينما سيريبي وقع على أرضية الميدان رفقة فابيو ليفيراني. فيها خطأ وبالتالي احتجاجات حجم للاعب ليفيراني انه استعملت الرجل في اللقطة وفي الكرة. حسني ومان داري ومان عاد الكرة مباشرة الى التماس كين وتخرج عود لعناصر فيورنتينا عن طريق ادرياموتو ادرياموتو غير اتجاه الكرة يضطر العودة الى الوراء والموجود اشبالوزي اشبالوزي ليفيراني وتنزع داري من هذه الكرة داري من هذه الكرة اللي كانت من ماريو البرتو سلطانة رقم 81 عجل حسني جاء الكرة في ظروف صعبة ليومان قد تدفعه ربما لارتكاب أخطاء فريق المولودية في غنى عن الأخطاء. بابوش يستعد هذه الكرة هاجمو كاش يطلب الكرة أرضية أعاقت رضا بابوش أعاقته في الجري بهذه الكرة وبالتالي عدم تمرير الكرة في الوقت المناسب لسيدي بي ولحاج بوغاش. كرة في وسط الميدان دائما لفائدة فيورنتينا سانتانا ثم ليفيراني بوتينزا داريو ماريو ألبرتو سانتانا بتع منه الكرة ودي عناصر المولودية فيصل باجي حاج بوغاش توصل الكرة حاج بوغاش على الجهة اليسرى حاج بوغاش ماذا يفعل يفتح سيدي بي كرة سيدي بي تصطدم بالدفاع زميته وما يفضل تسديد تصطدم بأحد المدافعين عود لليفيراني ثم مانويل باسكال ماسيمو غوبي بوتينزا إلى لوكاتوني موجود في وضعية تسلل بالفعل عودة من وضعية التسلل احتجاجات الحكم أو المدرب الإيطالي سيزار فاديلي على الحكم المساعد لأنه يقول من خلال الإشارة أنه موجود على نفس الخط. شوف تسديدة هذا هو سيزار فاديلي يشير الحكم أنه هو كذلك موجود في وضعية تسمح له برؤية اللاعب موجود في وضعية تسلل. كرة في جهة القائم الثاني محاولة المخادعة كين ضربة مرمى يستفيد منها سيباستيان كين وحماسية وكبيرة
الدجاج. يونس توصل الكرة، يونس توصل الكرة، يختلط بالكرة يونس، هذا يفعل، يبحث عن المراوغة، عن التمرير، حاج بوكال توصل الكرة، حاج بوكال يبحث عن المراوغة، يسير الدفاع الكرة ويبقى خطر قائم للركن. أشبا لوزي بصعوبة إلى الركنية، الكرة كانت صعبة بينما أليساندرو بوتينزا رقم 6 هو من تدخل وأخرج الكرة إلى الركنية. جميل ونظيف وممتع من جانب عناصر المولودية حتى الآن. الركنية تنفذ، رأسية تصطدم دفاع يونس، وكرة جانبية من يونس، كرة يونس جانبية، التسديدة لم تكن قوية طبعا لأنه ما كانش في ظروف مواتية. شوف الركنية كيف الكرة، مجموعة من المدافعين ونوع من التسرع، طبعا ما عندوش حلول، ما عندوش مساحات واسعة يونس في هذه الكرة. كرة إيطالية من 5 دقائق من نهاية المرحلة الأولى، العودة إلى سيباستيان فراي، سيباستيان فراي مباشرة إلى التماس، مكانت الكرة إلى مانويل باسكال رقم 23، متمكنش من هذه الكرة، تنفذ حجاج، سميث، بوغاش أو طبوش إلى فيصل باجي. في بعض المرات المورفولوجية والبنية الجسدية تكون بعض لاعبي المولودية مع طول قامة اللاعبين الإيطاليين لاعبين فيورنتينا. حاج بوغاش أمامه لاعبين اثنين ليفاريني، هذا يقول الحكم ضربة مرمى لسيباستيان فراي. البطولة يتصدر ترتيبها الانتر. ادرياموتو توصل الكرة، داري حداري حداري، توقيف الكرة لفاريني، ما عندوش مساحات، ما عندوش الوقت المناسب. كرة على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى بالنسبة لهجوم فلورنتينا، استعادة الكرة المولودية بعد تدخل مانويل باسكال مدافع الايسر لفريق فيورنتينا. دقائق قبل نهاية المرحلة الأولى، بينما هؤلاء هم اللاعبين الإيطاليين يستضيفون القيام بالتسكينات اللازمة لأخذ ربما أماكنهم القادمة. وفي المرحلة الثانية يونس كورتو ضايع باسكال، مانويل باسكال، لوكاتوني، كرة ضايعة، كوليبالي، عاد الكرة اتجاه سيليبي، صراع بين سيليبي، التفوق لسيليبي، لكن لحظات فقط، وعودة قوية لداريو دانيلي، قائد فريق فيورنتينا ويحمل رقم 3، مواليد 79، ليفيراني، فابيو، بوتينزا، أشبالوزي، عود الكرة تبقى إيطالية، مانويل بلازي 17 يستفيد من تماس، ولا تنفيذه، أليساندرو بوتينزا، استعادة الكرة من عناصر المولودية، بوغاش وقطع مرتكب من أشبالوزي من الخلف، هنا أول إنذار في المباراة. بالفعل أول إنذار في المباراة بعد تدخل أشبالوزي من الخلف على حاج بوغاش. وخمسين هو تاريخ تتويج فيورنتينا بأول بطولة، والبطولة الثانية في موسم 68-69، بطولتين فقط في رصيد فريق فيورنتينا، بينما 6 كؤوس في
خزائن فيورنتينا. أول كأس كانت في موسم 39-40، ثم 60-61 الكأس الثانية، الثالثة 65-66، الرابعة 74-75، الخامسة 95-96، والأخيرة 2000-2001. ست كؤوس وبطولتين هي التتويجات التي في حوزة الفريق الإيطالي فيورنتينا، بالإضافة إلى بعض الكؤوس التي تلعب وخاصة بالفريق أو الفرق الإيطالية. كرة لعناصر المولودية، يونس سفيان يحتفظ بالكرة، يبحث عن المراوغة، ضيع أمام فابيو ليفاريني، لكن للحظات فقط، أدريان موتو ضيع من الكرة كذلك، وكأنه تعب، حاج بوكاش، داريو دانيلي، مانويل باسكال إلى ماسيمو غوبي، تعود الكرة في هذه اللحظات، لوكاتوني، تمريرة ضايعة، وكوليبالي يستفيد من مخالفة وخطأ مرتكب من ماريو ألبرتو سانتانا الأرجنتيني الجنسية ومن مواليد 81، وهو اللاعب الذي يظهر على الصورة رقم 81. دابوش، إنما الحكم محمد بشاري يضيف أو يشير إلى دقيقتين كوقت بدل ضائع ستضافان إلى مجريات المرحلة الأولى وإلى الوقت القانوني المقدر بـ 45 دقيقة. حسني حجاج غير الكرة بهذه الطريقة، ليس في صالح عناصر المولودية، لكن الكرة توصل إلى فيصل باجي، كرات العالية كلها صالح عناصر يوفينا. ونهاية المرحلة الأولى، يقول السيد مراد الدعمي الحكم التونسي، مرحلة أولى تنتهي بهذه المباراة الاستعراضية الودية بين مولودية الجزائر وفيورنتينا الإيطالي. فوز مستحق حتى الآن، أفضلية للمولودية منذ الدقيقة الرابعة من المرحلة الأولى عن طريق سينيبي. نلقاكم سيداتي سادتي مع بداية المرحلة الثانية. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى وقائع الشوط الثاني من مباراة مولودية الجزائر وفيورنتينا الإيطالي. شوط أول تركناه بنتيجة هدف دون مقابل، هدف سجل بهذه الكيفية، هرب وانفراد على الجهة اليسرى بالنسبة للاعب حاج بوكاش، متابعة في المستوى من سيدي بي. هدف أول سجل في وقت مبكر من المرحلة الأولى في الدقيقة الرابعة، وبالتالي التفوق هو للمولودية خلال المرحلة الأولى وانطلاق المرحلة الثانية لعناصر مولودية الجزائر التي أدت حتى الآن شوط أول في المستوى مع روح قتالية مع اندفاع بدني في المستوى، كرات كثيرة خطيرة من جانب عناصر المولودية، لكن مازال فيه مرحلة ثانية. لا ننسى أن الفريق المنافس هو فيورنتينا، فريق إيطالي عريق من دون شك سيكشف عن إمكانيات أخرى ومن الناحية البدنية على الأخص وعلى وجه الخصوص، وبالتالي صعب جدا التكهن بنتيجة هذه المباراة خلال المرحلة الثانية. فريق فيورنتينا أحدث مجموعة من التغييرات سنتعرف عليها فيما بعد. من بين اللاعبين يدخلوا في هذه المرحلة الثانية نجد لاعب رقم 4 اللي هو دونديل. دونديل سنتعرف في مكان من دخل اللاعب دونديل، بينما مخالفة كوليبالي الذي صار يحاول من بعيد في كل مرة، وهذه المخالفة تصطدم بالدفاع، تعود لكوليبالي لمرة الكرة على الجهة اليمنى وين موجود حاج بوكاش، لكن كرة ضائعة مباشرة إلى حارس مرمى فريق فيورنتينا. سنتابع وسنتعرف على اسم الحارس في الدقائق المتبقية، ربما هو لوباتيلي رقم 28، لوباتيلي الحارس
الثاني. بينما تغيير في صفوف مولودية الجزائر، دخول رقم 16 جلول سمير. جلول سمير في مكان محسنة جمال، أدى مباراة في المستوى، أدى الشوط أول بامتياز. كمال محسنة هي منه إلى جمهور المولودية وما يعاني من إصابة بالفعل، ظهر من خلال طريقة مشيه أنه يعاني من إصابة. كرة في وسط الميدان، حجاج بوضيل، كوليبالي، كوليبالي من هناك على الجهة اليمنى، يونس، يونس يتواغل، يونس سريع، يونس سريع أو لرقوط عطار سريع، لكن الكرة كانت أسرع حتى عناصر المولودية. وفريق المولودية أحدث مجموعة من التغييرات. طبعا المباراة هي ودية وسنتعرف بمرور الدقائق على اللاعبين البدلاء، سواء في صفوف مولودية الجزائر أو في صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي. تماس لعناصر المولودية، زميل وصل الكرة، مراوغة جسمانية، بابوش، بوش كرة تضيع، استجاب الكرة بدونديل رقم 4، بابوش، سيريبي، تدخل بوتينزا رقم 6، أليساندرو بوتينزا مباشرة إلى التماس. خرج وترك مكانه لعمار لارجو. هذا سيريبي مسجل الهدف. باجي إذن هو اللاعب اللي غادر أرضية الميدان وحتى يسمح لعمار لارجو اللي كان وراء آخر كرة من جانب مولودية الجزائر في خط الخلف. جلول غير تماما، والموجود حسني لارجوت ينجح بالمراوغة، مراوغة جيدة من لارجوت، يمرر كرة من هناك على الجهة اليمنى، حاج بوكاش يبحث عن المراوغة، صعوبة كبيرة يوجد لاعبي المولودية. سميت شيء مفهوم وشيء طبيعي مثل هذه المناسبات، الأمر يتعلق بلاعبين ذو مستوى عالي. عزدين بهذه الكرة، بابوش، حجاج، سيديبي يعمل الكرة، عود لعناصر فيورنتينا. لما فيه خطأ حكم يأمر بمواصلة اللعب ويقول ما فيش خطأ، رغم احتجاج سيديبي. بابوش غير تماما لعمار لارجوت، حسني، كوليبالي، كوليبالي غير تماما من هناك على الجهة اليسرى، لكن بوتينزا في المكان المناسب. ثم بلازي رقم 17 اللاعب مانويل بلازي، كورتو إلى فيراني رقم 11، كرة مباشرة ثانية لعزتي حذاري. أما اللاعب المحلي كذلك هو رقم 83 هيريرا دا سيلا أو دا سيلفا، هيريرا دا سيلفا هو اللي صار قلب الهجوم. دونديل غير تماما من هناك على الجهة اليسرى، كرة تعود لعناصر المولودية، هجمة معاكسة مرتدة، عمار لارجوت، هاج بوكاش تبادل كرة والثنائي، لكن الكرة ما توصلش. تدخل الدفاع داريو داينيلي، دونديل، دونديل، كرة ضايعة من عناصر المولودية مباشرة إلى التماس. اللاعبين ومعرفتنا باللاعبين الإيطاليين والتعود على الأسماء، لكن الشوط الثاني حمل العديد من التغييرات، بالتالي بذل ربما مجهود آخر وأكثر لتقديم أسماء صحيحة بالنسبة لعناصر الفريق الإيطالي. جوباتيلي كرة طويلة لوسط الميدان، كوليبالي يرتكب خطأ ويقول الحكم فيه مخالفة،
عناصر فريق فيورنتينا. صالح هذا اللاعب بازيني 29 فيورنتينا باتجاه بوتينزا. يونس استعد للكرة يمرر لفضيل الحجاج. فضيل الحجاج لسيديبي. سيديبي المعروف بهذه الكرات، وقف الكرة ينجح في المراوغة. يونس مراوغة